عكرمة بن أبي جهل. كان في أواخر العقد الثالث من عمره يوم صدع نبي الرحمة بدعوة الهدى والحق، وكان من أكرم قريش حسبا وأكثرهم مالا وأعزهم نسبا، وكان جديرا به أن يسلم كما أسلم نظراءه من أمثال سعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وغيرهما من أبناء البيوتات المرموقة في مكة لولا أبوه. فمن يكون هذا الأب يا ترى؟ إنه جبار مكة الأكبر وزعيم الشرك الأول وصاحب النكال الذي امتحن الله ببطشه إيمان المؤمنين فثبتوا، واختبر بكيده صدق الموقنين فصدقوا. إنه أبو جهل، هذا أبوه. أما فعكرمة ابن أبي جهل المخزومي أحد صناديد قريش وأبرز فرسانها المرموقين. وجد عكرمة ابن أبي جهل نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى معاداة محمد عليه الصلاة والسلام، فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد العداء وأذى أصحابه أفدح الإذاء، وصب على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين أبيه. ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر وأقسم باللات والعزى ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا، نزل ببدر وأقام عليها ثلاثة ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له القيان بالمعازف. لما قاد أبو جهل هذه المعركة كان ابنه عكرمة عضده الذي يعتمد عليه ويده التي يبطش بها، ولكن اللات والعزى لم يلبيا نداء أبي جهل لأنهما لا يسمعان، ولم ينصراه في معركته لأنهما عاجزان، فخر صريعا دون بدر ورآه ابنه عكرمة بعينيه ورماح المسلمين تنهل من دمه، وسمعه بأذنيه وهو يطلق آخر صرخة انفجرت عنها شفتاه. عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر، فقد أعجزته الهزيمة أن يظفر بها ليدفنها في مكة، وأرغمه الفرار على تركها للمسلمين، فألقوها في القليب وهو بئر ألقت فيه جثث المشركين من قتل بدر. ومنذ ذلك اليوم أصبح على عكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. ومن هنا انبرى عكرمة ونفر ممن قتل أباؤهم في بدر يوقدون نار العداوة في صدور المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم حتى كانت وقعة أحد. خرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد وأخرج معه زوجه أم حكيم مع النسوة في بدر وراء الصفوف وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. وجعلت قريش على ميمنة فرسانها خالد بن الوليد وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل، وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على محمد وأصحابه، وحقق للمشركين النصر الكبير مما جعل أبا سفيان يقول هذا بيوم بدر. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنفد صبر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحصار، فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأقحم جواده فيها فاجتازه، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في أجرأ مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود العامري، أما هو فلم ينجه إلا الفرار. وفي يوم الفتح رأت قريش أن لا قبل لها بمحمد وأصحابه، فأزمعت على أن تخلي له السبيل إلى مكة، وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة، لكن عكرمة بن أبي جهل ونفر معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل منهم ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل.
فبعد أن خضعت مكة للمسلمين والرسول صلوات الله عليه عفى عما سلف من قريش تجاهه، لكنه استثنى منهم نفرا وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. وكان في طليعة هؤلاء النفر عكرمة بن أبي جهل، لذا تسلل متخفيا من مكة ويمم وجهه شطر اليمن، إذ لم يكن له ملاذ إلا هناك. عند ذلك مضت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل وهند بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلوات الله عليه وسلامه، ومعهما 10 نسوة ليبايعن النبي عليه السلام. فدخلن عليه وعنده 2 من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب. فتكلمت هند وقالت: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه، فإني امرأة مؤمنة مصدقة. ثم كشفت عن وجهها وقالت: هند بنت عتبة يا رسول الله. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك. فقالت: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يذل من بيتك، ولقد أصبحت وما على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يعز من بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وزيادة أيضا. ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل فأسلمت وقالت: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال عليه السلام: هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه حتى أدركت عكرمة عند ساحل البحر في منطقة تهامة، وهو يفاوض بحارا مسلما على نقله، والبحار يقول له: اخلص حتى أنقلك. فقال له عكرمة: وكيف أخلص؟ قال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال عكرمة: ما هربت إلا من هذا. وفيما هما كذلك إذ أقبلت أم حكيم على عكرمة وقالت: يا ابن عم، جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، وقد استأمنت لك منه فأمنك، فلا تهلك نفسك. فما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها. فلما دنا عكرمة من مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلوات الله عليه وثب إليه من غير رداء فرحا به. ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عكرمة بين يديه وقال: يا محمد، إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت، فأنت آمن. فقال عكرمة: إلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة حتى عد أركان الإسلام كلها. فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى حق، وما أمرت إلا بخير. ثم أردف يقول: قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا. ثم بسط يده وقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله. ثم قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فقال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة ذلك. عند هذا قال له الرسول صلوات الله عليه: اليوم لا تسألني شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. فقال عكرمة: إني أسألك أن تستغفر لي. فقال الرسول صلوات الله عليه وسلامه: اللهم اغفر له كل عداوة وكل مسيرة سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. فتهلل وجه عكرمة بشرى وقال: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله
إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. ومنذ ذلك اليوم انضم إلى موكب الدعوة فارس باسل في ساحات القتال، عباد قوام قراء لكتاب الله في المساجد، فقد كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كلام ربي، وهو يبكي من خشية الله. بر عكرمة بما قطعه للرسول صلوات الله عليه وسلم من عهد، فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها معهم، ولا خرجوا في بعث إلا كانت طليعتهم. وفي يوم اليرموك أقبل عكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء، ولما اشتد القرب على المسلمين في أحد المواقف نزل عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، فبادر إليه خالد بن الوليد وقال: لا تفعل يا عكرمة، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. فقال: إليك عني يا خالد، فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلف مني. ثم قال: لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وأفر من الروم اليوم، إن هذا لن يكون أبدا. ثم نادى في المسلمين من يبايع على الموت، فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأوزر في 400 من المسلمين، فقاتلوا دون فسطاط خالد رضي الله عنه أشد القتال. ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر المؤزر للمسلمين، كان يتمدد على أرض اليرموك 3 مجاهدين أثخنتهم الجراح، هم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة فقال: ادفعوا إليه. فلما قربوه منه نظر إليه عياش فقال: ادفعوه إليه. فلما دنوا من عياش وجدوه قد قضى نحبه، فلما عادوا إلى صاحبه وجدوهما قد لحقا به رضي الله عنهم جميعا، وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمؤون بعدها، وحباهم خضراء الفردوس يرتعون فيها أبدا. العبرة اللي ممكن ناخدها من قصة سيدنا عكرمة بن أبي جهل هي إن الاستغفار بالكلام لا يكفي، وإن لازم الفعل. يعني إذا أسأت فاستغفري ثم أصلحي، والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقة. يعني إذا كنت متبرجة ثم استغفرتي فلازم تدعو إلى الحجاب. إذا كنت ارتكبت ذنب في حق أهلك تستغفري وتحسني إليهم. إذا ارتكبت ذنب في ترك مسؤولياتك استغفري وتحملي المسؤولية. لازم يا جماعة من جنس العمل تصلحي ما أفسدتي، زي ما أخطأتي تصلحي. كسرتي حاجة تشتري غيرها، كلمتي في حق حد بطريقة غلط تتكلمي في حقه برضه بطريقة صح، خطي في عرض حد اشكري فيها في وسط الناس اللي انت كلمتيهم في حقها. هو دي أقوى حاجة عملها سيدنا عكرمة، وهي انه تاب صح، كان فاهم الدين صح، فهم ان الموضوع مش استغفر الله والموضوع انتهى، لأ، حب ان هو يكفر عن سيئاته، بانه زي ما وهب حياته في الافساد ما بين الناس هيوهب حياته للاصلاح. زي ما قضى فترة من حياته كان قدوة سيئة، كان بيصد عن سبيل الله، وهب نفسه انه يصلح في الارض ويصلح ما افسد ويكون قدوة حسنة لينا ونتكلم عنه دلوقتي. فلا يكفي الاستغفار، عايزين نتوب بالعمل الصالح. جزاكم الله خيرا، ربنا يصلح أعمالنا ويعيننا على حسن الاستغفار وحسن التوبة، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.